السلام عليكم متابعين ومتابعات قناة الحسناء، مرحبا بكم معي فيديو جديدة. اليوم الفيديو ما غاديش يكون تحلية، ديجا وعدتكم في الفيديو اللي قبل غندير معكم تحلية، غير مازال ما وجدتش الفيديو ديالو. غنسبق معكم اليوم فيديو ديال حوتة معمرة بالشعرية الصينية، غتوجدها لكم خالتي، وغادي نوجد معكم انا واحد الطريقة ديال البطاطا بالنسبة للناس اللي كتعجبهم البطاطا الفريت، ويعني كتستهلك شوية الزيت، ودابا رمضان يعني من الاحسن ما تستهلكوش بزاف الدهنيات والمقليات. دونك هذه طريقة زوينة وكتجي من السماء بالزعتر، وبعض المقادير غادي نوريهم معكم. بقاو معايا حتى الاخير لا فيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للحوتة غادي تشوفوا نتوما النوع يعني اللي كيعجبكم ديال الحوت اللي كيجي معمر. وبالنسبه للشرموله سهله مهله كاي شرموله ديال الحوت، قزبر ومعدنوس والثومه هادو من بين الاساسيات في الشرموله. وغادي تزيد عليهم انا خالتي بعض المقادير بحال تحميره نويبيره، زادت شويه في الاول ديال ضامه ديال زعفران غير شويه منه، وهنا زادت شويه ديال الخرقوم العرق، وغادي تزيد شويه تاع الكمون، شويه ديال الابزار هنا الابزار، وغادي تزيد الكمون، وشنو اخر غادي تزيد زيت العود صافي، وضامه ديال بنات ديال الحوت. دونك هادشي هو اللي احتاجت في الشرموله، كتجي صراحة زوينة 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 بزاف. انا ما مونطيت لكم الفيديو حتى دقناها، يعني جات فنة صراحة. ديجا انا موجدة معكم واحد الطريقة ديال الحوت معمر بالكروفيت، الا بغيتو انا نخلي لكم هنا الرابط الفوق تدخلوا شوفوه، حتى هي يعني كتجي لذيذة وزوينة بزاف. صافي هنا غادي تعصر الحامض، الحوت كيبغي شوية الحار والثومة والحامض كيجي معاهم زعما هائل بزاف. صافي هنا غادي تخلط هاد الشرمولة مزيان مزيان تنسجم مع بعضياتها، وهي باش غادي يعني تشرمل هذيك الحوته، وغتهز منها شويه باش غادي تشرمل هذيك الشعريه الصينيه اللي غادي تعمر بها الحوته. هنا ليكم الاختيار، يعني بالنسبه للشعريه الصينيه تقدروا تزيدوا مع الكروفيت الكالامار اي نوع في الحوت يعني عندكم ديال الفخويد ما تقدروا تزيدوه. صافي هنا غادي تجيب التبصيل باش غادي دير هذيك الحوته، وهذه هي ضامه تاع الحوت اللي دارت. صافي غتزيدها على ديك الشرموله، وغادي تقسم يعني كما قلت لكم هاد الشرموله على جوج، وواحد شويه منه غادي ديرو مع الشعريه الصينيه باش تجي حتى هي من السما. صافي هنا غتاخد الحوته وغادي تشرملها مزيان، تدخل فيها هذيك اللقامه مزيان من الداخل ومن الجناب، ويستحسن انكم تفلحوا الحوته بحال هكا بهذه الطريقه، هذه تفلحوها باش يتخلى العطريه وتنسم حتى من الداخل. صافي غادي تدورها يعني، وغادي تدخل فيها العطريه من كاع الجوانب. بالنسبه للخضر يعني اللي غترافق مع الحوته نتوما ليكم الاختيار. حنا حتى درنا ديجا البطاطا يعني في الفران، تقدروا نتوما تزيدوا البطاطا يعني اللي بغيتوش ديروها في الفران بالطريقه اللي وريتكم، تزيدوها مع الخضره فلفله ومطيشه، وتقدروا تزيدوا البصله اي خضره يعني تقدروا ديروها معاه نتوما يعني والذوق ديالكم. صافي هنا كتخلط هذيك الشرموله مع الشعريه الصينيه، استحسن انكم ديروا شعريه صينيه ديال الروز هي اللي كتجي زوينه صراحه. صافي وهنا كتعمرها مزيان، وغادي تسدها بالاعواد ديال الكوردون. صافي غادي تسدها هنا مزيان باش ما تحلش في الطياب، تسدوها مزيان من كاع الجناب. صافي هنا غادي تخليها مرقده بيد ما توجد هذيك الخضره اللي غادي تزيد معاها، وبيد ما يعني ديك الشرموله تغلغل مزيان في الحوته، غادي تحطها في اللاطا ديك الشرموله اللي بقات غادي تزيدها من الفوق، والخضره دارت الفلفله ومطيشه فقط، والبطاطا ديجا راه درتها يعني بالدنجال حتى هو غادي نشرملو. صافي وهنا غتزيد من الفوق قطعه ديال الحامض. بالنسبه للبطاطا البنات غادي تحتاجوا يعني الكميه نتوما اللي بغيتوا ديال البطاطا، واخا تكون كبيره واخا تكون صغيره حتى غادي تقطعوها معليش، يعني بالنسبه للاحجام ماشي مشكل. وغادي نقطع هكا على شكل فريت تكون شويه غليظه. صافي غادي نطيبها في الماء مغلي مزيان
يعني تقريبا نص طيبه يعني، وغادي تشدوها تصفيوها. هنا وجدت لقامه ديال الدنجال اللي غنشرملو صافي. وهنايا الدنجال ها هو كيطيب في الكسكاس كيتبخر. بالنسبه للبطاطا هنا غادي نحتاج زعتر، غادي نحكو بين يديا بحال هكا مزيان مزيان. تقدروا تزيدوا هنا حتى اليازير، زعما اي اعشاب مناسبه تقدروا تزيدوه صافي. وغادي نزيد معاها باقي العطريه بحال الملحه، شويه ديال التحميره الويويره، والقزبر يابس. هنا التحميره ديال النويويره صافي، واحد الكميه لا باس بها من الملحه. وغادي نزيد الابزار والثوم حقه، ثوم بودره. تقدروا تزيدوا يعني تحكوها وتزيدوها، ولكن البودره كيبقى احسن باش ما يبانش، باش الثومه ما تبانش صافي. والبزار. وغادي نزيد هنا زيت العود واحد الكميه اللي غادي يدهن ليا ديك البطاطا صافي. وغادي نخلط مزيان حتى تنسجم ليا ديك المقادير كامله. هذه الطريقه صراحه الناس كتجي صحيه، وراسها لي واحد السيده من لافامي، كنت كنستهلك انا الفريز بزاف كان كيعجبني، وراتني على الطريقه قالت لي صحيه وما غاديش زعما تضر لك المعده ديالك ولا شي حاجه. دونك هذه انا الطريقه كنصحكم بها بزاف، كتجي مع الحوت واعره صافي. وغادي نوجدها هنا في اللاطه، غادي نحطها في اللاطه وغندخلها للفران طيب من التحت ومن الفوق حتى تقرمل ليا، عاد غادي نخرجها. صافي كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي صراحه زوينه بزاف، كنصحكم بهذه الطريقه. والناس اللي ديجا مجربينها ولا غيجربوا الطريقه ديالي وقولوا لي كيفاش جاتكم، رجعوا لهذا الفيديو كتبوا لي تحت في التعاليق كيفاش جاتكم صافي. دونك الحوته راه خرجتها خالتي من الفران، جات زوينه حتى هي. بالنسبه للدنجال خلطت مع هذيك الثومه اللي كندير الوصف الدنجال عشر مولا صافي، ودهنت مزيان الدنجال ديالي كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي تاهو بنين بزاف كنصحكم به. حتى الحوته جات بنينه بزاف. كنتمنى البنات لا فيديو تاع اليوم يكون الاعجاب ديالكم، تكونوا استفدتوا منه. شاركوا لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وشكرا بزاف الناس اللي ديجا كيدعموني، خليوا لي اللايك ديالكم التعاليق، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو ماجي. تهلاو ليا فراسكم، مع السلامه.